تم عرض منتوجات مختلفة ومتنوعة في كل الميادين، سواء خاصة الميدان الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، كما تم المشاركة أيضا بالتنسيق مع مديرية المجاهدين، أين تم عرض فيلم وثائقي وبعض الكتب التي لها علاقة بالتاريخ. في هذا المعرض تم مشاركة حوالي 35 حرفي وحوالي 5 جمعيات أو 6 جمعيات ناشطة في ميدان الصناعة التقليدية. هناك منتوجات أيضا للصناعة التقليدية الفنية التي لها مواد أولية للمنطقة، مثل صناعة الجريد، مثل صناعة الجريد أو الرسكلة في إطار من النخيل ومن التمور، مستخلصات التمور إلى غير ذلك. يشمل كثير من الحرف والنشاطات والتخصصات، من بينها كاين عندنا اللباس التقليدي، الحلويات التقليدية، التحف الفنية، الحدادة الفنية، الكثير من هذه التخصصات أبدعوا فيها الحرفيين. جيت باش نمثل شعيبة وش راهي تقدم وش راهي تمثل. مثلا احنا في الشعيبة مشهورين بالقشبيه، بالصوف، بالبساطات، نخدموا البربوشه انا ومشتقاتها، كما الرجل تاعنا يخدم الرعي. الهدف تاعنا باش نجي نتشهر، نبين بلي رانا موجودين ورانا نخدموا ونقدموا في انتاج ونساهموا به في بناء المجتمع تاعنا.